بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر فينس في برنامج الأوتوكاد. الأمر ده مهم جدا، بنستخدمه في الأوامر اللي موجودة قدامنا هنا: تريم، اكستند، كوبي، موف. إزاي إن إحنا بنستخدم الأمر ده؟ أنا عندي مثلا هنا، هنبتدي مع بعض، تريم أهي، وعايزة أعمل تريم للخطوط اللي بره، الخطين اللي هما موجودين هنا. طب اعمل تريم ليهم مره واحده ازاي؟ هاجي اقول له تي ار من الكيبورد اللي هي اختصار تريم، وادوس انتر، وبعدين اكتب اف من الكيبورد اللي هي فينس، اختصار فينس اف، وبعدين ادوس انتر، وبعدين بختار فيرست فينس بوينت اللي هي النقطه الاولانيه، بختارها زي ما شايفين بقيت كده اهي عشان تاخد الخطوط كلها. بيظهر لي خط منقط بالشكل ده كده، بسحبه وبعدين بدوس بعد الخط الاخير، بدوس اللي هي النكست فينس بوينت، بدوس بالشكل ده وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، شالها لي زي ما احنا شايفين كده. هنيجي نقول له فينس تاني اف، بدوس انتر، برضو اول نقطه اهي بدوسها احنا شايفين، واختار الكل، بسحب واختار الكل زي ما احنا شايفين كده، وادوس النكست اللي هي النقطه الثانيه، وبعدين ادوس انتر، يبقى هو شالهم لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هنيجي عند extend، هاجي اقول له ex من الكيبورد اللي هي اختصار extend وبعدين enter، واجي اكتب f من الكيبورد وبعدين ادوس enter، واختارهم كلهم زي ما احنا شايفين كده، شايفين اهي برضو اول نقطة والنقطة التانية بعدهم بالشكل ده كده، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، خدهم كلهم مرة واحدة. يبقى هنا في التريم خدهم كلهم مرة واحدة، وبرضو في extend خدهم كلهم مرة واحدة. يبقى دي ميزه امر فينس. هنيجي بقى الامر كوبي، ازاي ان احنا نستخدم فينس في امر كوبي. انا هاجي بس اسحب موف شويه بعيد كده بالشكل ده كده عشان ايه نشرح الامر مظبوط. عندي اكتر من ريكتانجل وعايزه اعمل كوبي مثلا للعدد ده، بس اللي هم الاربعه دول اللي انا عايزه اعمل لهم كوبي. احددهم ازاي؟ هاجي اقول له سي او من الكيبورد وبعدين انتر، وبعدين اقول له اف اللي هي فينس وبعدين انتر، واجي بقى اهو بره الاولاني اهو، واسحب بقى الخط ظهر لي كده، واسحب بالشكل ده كده، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، حددهم لي زي ما احنا شايفين كده. هاجي ادوس بيمين الماوس انتر واجي اخدهم بالشكل ده، انا مثلا عايزاهم كده. طيب لو انا جيت قلت له برضو كوبي، وجيت قلت له اف، واخترت مثلا ده كده، ده بعدين ده بعدين ده اهو، اخترت دول بس تمام، ودوست انتر، حددهم لي زي ما احنا شايفين كده. هدوس بيمين الماوس انتر وبعدين اخدهم اهو، احطهم هنا مثلا. يبقى انا كده حددت الأشكال اللي أنا عايزة أخدها بس، يبقى ده أمر فينس في كوبي. هنيجي على موف، هي نفس الطريقة بس أنا هنا هستخدم موف، هحرك، هاجي أقول له إم من كيبورد اللي هي اختصار موف وبعدين فينس إف، وأختار اللي أنا عايزة أعمل له موف. فأنا مثلا عايزة أعمل موف كده للريكتانجل ده، وأجي أدوس بيمين الماوس إنتر، تمام، حددهم لي أهو، شايفين سهل جدا ان احنا نستخدمه، امر مهم جدا على فكرة ان احنا نعرفه. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.